بتعمل ايه يا ده بيتي بيتك هل انت اللي بعت الرسالة دي؟ انا اللي بعت الرسالة انا كنت داخلة من الاول تستغل الموضوع ده وتقلب لي كرشين زيادة ولا الفلوس اللي خدتها ما كفتكيش فقلت استغل نقطة ضعف وادخله منها اخترت اوحش باب الناس كلها فاكرينه باب دخول وباب بيتفتح ورجليهم بتخط منه بيعرفوا انه باب خروج قبلت كده ليه؟ مش محتاجة ان انا ابرر لك لا محتاجة عشان ما تخسريش اكتر انا ما بقاش عندي حاجة اخسرها خلاص بداية معرفتك كانت بداية خسارة كل حاجة يا جعفر ليه؟ كنت داخل بنية سودة ولا كنت داخل طبعاً فيكي وفي فلوسك؟ عايز تعرف بعت الرسالة ليه؟ عشان موجوعة منك كنت عايزة أوجعك زي ما وجعتني بالظبط عشان بحبك أنا لو عليا طلع قلبي وديله 100 جزمة إنه عمك يستاهل القلب الطماع يستاهل يضرب 100 جزمة كان الطعز ما تقوليش بحبك تاني باين عليك الكذب ومش لايق عليكي بقولي بحب فلوسك بحب فلوسك